ده في السطميديا اللي اسمها العظمة دي جلستها في حاجة في العمود بتاعها، لان الحواف البوردر والسيرفيسز ملزقين في بعض من كتر ما هي عظمة رفيعة. هتمشي على اللي هقول لك عليه هتلاقي الدنيا سهلة. لو عندك العظمة في البيت بص عليها، لو مش عندك يبقى تعالى بص عليها عندي بعد الحس. العظمة اللي اسمها فيبيولا دي عشان نوصل ليها ابر اند ولور اند وما بينهم عمود. طب وانت عرفت فوق من تحت ازاي؟ ده الانس تقريبا شبه بعض. ابقى بص كده في الاثنين انس هتلاقي في اند من الاثنين فيها حفره فصه. لما تشوف الحفره دي يبقى انت من تحت. يبقى بعد اذنك لو انا بصيت هنا كل يبص لي الحفره دي لما تشوفها، شفت الدايره اللي انا عملتها دي؟ يبقى انا من تحت. اسمها ماليولار فصه. طيب دلوقتي احنا عرفنا فوق من تحت، هنبدا نوصل فوق الاول. كابتن الابر ام في هيد راس والهيد عليها فاسد. اوعى تسالني بتاعت ايه الفاسد على الورق. كان في فاسد على اللاترال كوندايل بتاعه التيبيا من ورا حيث يتمفصل الفاسد دي مع الفاسد دي ونعمل مفصل اسمه سوبيريور تيبيو فيبيولار. بنت بقى جات لي بعد الحصه اللي فاتت بصراحه كويسه بس هي مش لقطه حاجه. قالت لي يا دكتور هو مش مفروض ان المفصل حاجه كونكيف حاجه كونفكس؟ قلت لها لا، ده لو اكسيال جوينت، انما في نوع من المفاصل اسمه نون اكسيال او بلين، وقلنا الاسطح المتمفصله بتبقى فلات والحركه يتزحلقوا. اهو ده يا حبيبي فاسد وفاسد والاثنين فلات عشان يدوبك الحركه تبقى جلايدنج يتزحلقوا على بعض. ايه ده يا كابتن؟ ده بوز جاي من الهيد لفوق اسمه ستايلويد بروسيس. هو احنا متعودين ان كلمه ستايلويد بروسيس الريديوس والالنا كانوا تحت، انما هنا فاصل فيبي لفوق. ركز هنا، ادي الهيد، ادي دي الفاسد بتاعت السوبيريور تيبيو فيبيلار جوينت، وادي البروز اللي فوق اسمه ستايلويد بروسيس. متشاور على دي مكتوب ايه؟ هيد. تحت اي هيد في ايه يا اولاد؟ نيك. تقال النيك دي قلنا مهمه، في نيرف هيلف حواليها لاترال اسمه الكومان بيرو نيال. يبقى الحته الضيقه اللي تحت الهيد اسمها نيك. ركز قوي بقى في العمود لو سمحت، الغلاسه كلها في الشاف. خلص خلصنا. هتعرف ازاي التلاته بوردر كل بص انا بعمل ايه؟ اقعد الف العظمه كده وابص تحت، الاقي من تحت في منطقه مثلثه او على شكل في مقلوبه. انا هدوس لك عليها هي المنطقه المثلثه دي او اللي على شكل في مقلوبه دي في اللور اند بتاعت العظمه. على فكره اللور اند بتاع العظمه بيسموها لاترال ماليولس. هو في ميديال ماليولس اه يا بابا، بس ده كان جزء من اللور اند بتاع التيبيا، لان اللي حضر التيبيا من تحت عريضه خمسه اسطح منهم واحد اسمه ميديال، يبعت بوز اسمه ميديال ماليولس. انما اللور اند بتاع الفيبيلا كلها اسمها لاترال ماليولس. كل باص معايا؟ انا رسمت في مقلوبه، والله ما انا رسمتها، دي موجوده، انا دوست عليها. هتيجي من عند الايبكس بتاع البي، اسمع انا هقول ايه كويس قوي، وتطلع ببوردر اسمه انتيريور بوردر. تعالى في الرسمه من فضلك. ادي يا حبيبي منطقه على شكل انفيرتد في، وطلعت منها بعد اذنك ببوردر اهو. البوردر ده عشان خاطر الحبايب اسمه انتيريور بوردر. اول بوردر ده لو جبته مشاكلك في الحياه اتحلت اهو، اسمه انتيريور بوردر. الجنب ولازق فيه قوي في بوردر اسمه ميديال او انتر اوسيس. جنبه ولازق فيه قوي واحد اسمه ميديال او انتر اوسيس اهو، لازقين في بعض قوي، يا دوبك المسافه اللي ما بينهم لا تتعدى مليمترات. بص المسافه اهي. باقي بوردر تاني ده تدور عليه بقى وانت مرتاح بعيد عنهم، اسمه بوستيريور بوردر. وهنا هنرسمه لحضرتك بعد اذنك منقط، لان المفروض ما تشوفوش هنا، لان انت هنا باصص من قدام. يبقى اللي قاعد مركز تاني هدور على الفي المقلوبه
واجي عند الايبكس اطلع ببوردر اسمه انتيريور جنبه ولازق فيه بوردر اسمه انتر اوس. في واحد زيه هناك في التيبيا ونفرد ما بينهم غشاش اسمه انتر اوس ياسمين. التالت اللي لوحده يبقى بص التلاته سيرفس ورد عليا. السيرفس المنقط ده الذي لا يتعدى مليمترات ما بين الانتيريور والانتر اوسياس بوردر هرسمه لك ملون احمر ده اسمه انتيريور سيرفس. وضع بيه تعديله في انتيريور سيرفس ايه ده حاجه لا تتعدى مليمترات ولا هبص له هيمسك ثلاث عضلات قدام. يبقى الانتيريور سيرفس بتاع الفيبرا الذي لا يتعدى مليمترات اللي محشور ما بين الانتيريور والانتر اوسياس بوردر يمسك ثلاث عضلات. السيرفس يا بابا اللي انت شايف معاه من تحت المثلث او البي المقلوبه اللي ما بين انتيريور وبوستيريور بوردرز اسمه لاترال سيرفس. لا مؤاخذه لو ده انتيريور بوردر واللي من ورا منقط مش باين بوستيريور السيرفس اللي بحط فيه اكسال ده يبقى لاترال سيرفس وده هيمسك عضلتين قدام. حلو قوي. تعالى بعد اذنك في سيرفس تالت ما يبانش هنا وكبير ما بين الانتر اوسياس والبوستيريور بوردرز اسمه بوستيريور سيرفس وتعالى نبص عليه هنا لو انت صاحي حبايبا. هنا باصص من ورا فبعد اذن حضرتك ده بوستيريور بوردر اللي ظهر لي دوت. فين البوستيريور بوردر بعد اذنك؟ مكتوب بوستيريور بوردر اهو. واللي مركز كده معايا حضراتكم عندك هنا ده مكتوب عليه انتر اوسياس بوردر اهو. والسطح اللي ما بينهم ده اللي هلونه اخضر ده اسمه بوستيريور سيرفس. على فكره البوستيريور سيرفس في خط تخين بارز اسمه ميديال كريست. اسمه ايه؟ ميديال كريست. طبعا اللي هيسالني وحقه يسالني ايه ده؟ هقول له ده مفروض ما يبانش ده يبقى الانتيريور بوردر. والسيرفس ده اللي ممكن يبان من ورا او قدام علشان ده على الجنب يبقى لا. اسمع كده بقى. السيرفس الذي لا يتعدى مليمترات ما بين انتيريور وانتر اوسياس بوردر يبقى انتيريور. السيرفس اللي حضرتك شايف معاه من تحت المثلث ما بين انتيريور واللي انا منقطه من ورا بوستيريور بوردر ده يبقى لاترال. السيرفس الثالث اللي ما بين الانتر اوسياس والبوستيريور بوردرز اسمه بوستيريور وكبير نحط فيه خط تخين بارز اسمه ميديال كريست يبقى ده بوستيريور سيرفس. اخر حاجه واتكلنا على الله. بص اللور اند كده. واحد بص معانا قال لك اللور اند انت قلت اسمها ايه؟ اسمها لاترال مانيولس. كل بص اللاترال مانيولس دي سطحين واحد يقول لي مكتوب عندنا ثلاثة انا مش عايز الثالث البوستيريور انا عايز اللاترال والميديال. كل بص ده اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال مانيولس وعرفته من المنطقة المثلث او البي المقلوبة. يعني لما مؤاخذة بعد اذنك ده اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال مانيولس عشان شفت المثلث او البي المقلوبة. اسمع الميديال سيرفيس واتكل على الله. ميديال سيرفيس بتاع اللاترال مانيولس في ثلاث حاجات. عينك هنا فاسد فوقيها منطقه خشنه تحت الفاسد حفره. الفاسد دي مهمه. كان في عظمه ايام الجاهليه اسمها تيلس والعظمه دي كانت التيبيا اتمفصلت معاها. حد فاكر التيبيا اتمفصلت معاها ازاي؟ افكر كان الميديال مانيولس يركب على الناحيه الميديال من التيلس والانفيريور سيرفيس بتاع اللور اند تيبيا يركب على الابر سيرفيس بتاع التيلس. يعني التيبيا داخله معانا بحاجتين ميديال مانيولس والانفيريور سيرفيس بتاع اللور اند. ماذا عن الفيبيولا؟ يا فاسد يا اللي موجوده على اللاترال مانيولس ميديالي اتمفصلي مع الناحيه اللاترال من التيلس يبقى الفاسد دي تدخل معانا في الانكل. اصبح الانكل جوين تلات عضمات للي بيفهم التيبيا وداخله بحاجتين والفيبيولا وداخله بحاجه واحده وحضرتك العظمه الثالثه تبقى
تيلس. قام واحد بيفهم قال لي امال الحته الخشنه اللي فوق الفاسد دي ليه يا دكتور؟ قلت له عشان كان في التيبيا في سطح اسمه لاترال وكان عليه نوتش اسمها فيبيلار نوتش تتمفصل الحته الخشنه اللي موجوده على اللاترال ماليلس ميديال مع الفيبيلار نوتش بتاع التيبيا ونعمل مفصل اسمه انفيريور تيبيو فيبيلار جوينت. اخر حاجه الحفره الفصة اللي تحت الفاسد اسمها ماليلر فصة مهمه موت دي اللي بنعرف بيها العظمه يمين ولا شمال. قال لك امسك الفيبيلا زي المعلقه بحيث ان الفصة تبقى تحت وناحيه جسمك، لو ماسكها كده بايدك اليمين مظبوطه تبقى يمين، لو كنت مسكتها شمال مظبوطه شمال، بس انا لما مسكتها شمال مش مظبوطه، الحفره تحت بس ناحيتكم مش ناحيه جسمي، يبقى دي مش بتاعه الناحيه دي، لما مسكتها كده صح الفصه تحت وناحيه جسمي، يبقى انا بعرف لازم انت تمسكها بنفسك بشرطين الفصه تحت وتبقى ناحيه جسمك. بص دي قبل ما اقول اخر حاجه واتكل على الله، ده اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال مانيولس، ده حضرتك ميديال سيرفيس، هتلاقي فاسيت عشان الانكل وهتلاقي حته خشنه فوقيه عشان انفيريور تيبيو فيبيلار جوينت والفصه اللي تحت مانيولر فصه. العنوان الاخير حلو على فكره، ايه الفانكشنز اوف فيبيلا؟ فايده الفيبيلا دي في حياتك؟ واحد اللي بيتكلم ورا ماسكولار اتاتشمنت، في عضلات هتمسك قدام وعضلات هتمسك لاتر وعضلات هتمسك من ورا. اتنين، في ناس لا قدر الله بيجيله كانسر مثلا في الفك بتاعه فبيشيلوا له جزء من الفك فياخدوا حته من عظمه الفيبيلا ويحطوها كرقعه مكان الجزء اللي اتشال، عمليه تجميليه بيسموها بلاستيك سيرجري. حبيبي العظمه دي لا تشارك في عمل النيل، عارف ليه؟ لان دي لو اتمفصلت مع الفيمر واستقبلت وزن الجسم هتتكسر. بس العظمه دي ليها ميزه ثانيه، هي والتيبيا عاملين دعامة لبعض، عشان كده يقول لك رغم ان الفراكشر الكسر بتاع العظمتين دول كومن، انما عشان كل واحده عامله دعامة للثانيه العظمه اللي فيهم هتتكسر الكسر مش هيتحرك قوي، يبقى في مينيمال ديسبليسمنت. اقرا معايا الكلمتين واتكل على الله بتوع الفانكشنز اوف تيبيولا، واحد ماسكولار اتاتشمنت، اتنين بون جرافت رقعه عظم في البلاستيك بون سيرجري عمليات العظم التجميليه زي الناس اللي عندها كانسر وليكن في الفك وشلنا له حته من الفك، ثلاثه انا ما استقبلش وزن الجسم لاني ما بدخلش في عمل النيل عشان لو نزل عليا وزن الجسم يتكسر، اخر حاجه الفراكشر كسر التيبيا والفيبرا من الكومن الا ان العظمتين كل واحده عامله دعامه للثانيه سبلين فالعظمه اللي فيهم تتكسر الحركه في الكسر تبقى قليله.